لا انا بحط لها على طول لبن. لا لا، ومعلقه الصويا، معلقه الصويا صوص. لا انا بصي، انا بستسهل اللبن، لان انت لما بتحطي الخل مع اللبن بيبقى خالص كده، عامل زي نفس نتيجه الزبادي. لا برضو الطاسه نظيفه بعد ما كله، والنار عاليه، الطاسه نظيفه. تقطعيها بالمعلقة البلاستيك على طاسه نظيفه وزي الفل. اللي هو بقولها هتحتاجي، يعني مش هتحتاجي مجهود ان انت اصلا تغسليها. هي دلوقتي بليفه سفنجه سفنجه عاديه جدا، اللي هي ولا محتاجه ولا اي حاجه، يعني ما فيهاش اي حاجه. لا ما تعبانيش.